بسم الله. النهاردة احنا جايبين فيديو الايفنت. في ايفنت يا جماعة نزل النهاردة جامد جدا، انك تقدر كل يوم تقدر تجيب صندوقين على اكس واي كي. ماشي، احنا مع بعض هنخش كده ونشوف الايفنت ونكتشفه مع بعض. ماشي يا جماعة، ادي دخلنا على الايفنت زي ما انتم شايفين. ادي دي صورة الايفنت. كل يوم هتلعب بيتا جوست مود، ماشي، تلعبه 10 مرات. ماشي، زي ما انتم شايفين معايا هتلعب بيت جوست مود 10 مرات هتاخد صندوق، ماشي، وتكسبه 10 مرات. يعني تلعبه 10 مرات وحاول انك تكسب ال10 مرات دولت. لو كسبت 10 مرات تقدر برضو تاخد صندوق على الاي كي، الاولاني مثلا على الاكس والتاني على الاي كي، او اختلاف يعني. ماشي، هيجيلك صندوقين بمعنى. ماشي، الايفنت ده يفضل شغال من اول يوم 23 لحد يوم 27. ماشي، الايفنت ده يا جماعه ما ينفعش يتفوت. الايفنت ده جامد جدا، يعني انصحش يعني حد يفوته. كل يوم تاخد صندوقين، ولما الايفنت يخلص يفضل حوش الصندوق. لما الايفنت يخلص افتحهم وانت وحظك ان شاء الله هتكسب حاجه. ويا جماعة في ايفنت تاني، الايفنت ده لسه نازل. يعني انا وانا قاعد كده قاعد على النت لقيت الايفنت ده نزل، لسه نازل مبقالوش كام ساعة. ماشي، الايفنت ده نازل من يوم 24 اللي هو النهاردة. ماشي، ادي دي صورة الايفنت زي ما انتم شايفين. هو الايفنت ده جامد جدا برضو، ما ينفعش يتفوت. زي ما انتم شايفين معايا اليوم من 24 لحد 27 برضو زي الايفنت التاني. ماشي، هيفضل شغال لحد يوم 29. هتلعب في اليوم 3 ساعات تاخد 2000 اي بي، 6 ساعات 4000 اي بي، 10 ساعات 6000 اي بي. ماشي يا جماعة، و 12 ساعة و 8000 اي بي، ده في اليوم طبعا. ماشي، 15 ساعة 10000 اي بي، 18 ب 12000 اي بي، وال 24 ب 15000 اي بي. ماشي يا جماعه، خليكم مركزين معايا في النقطه دي. يعني الايفنت ده برده جامد جدا برده، ما ينفعش يتفوت. ماشي، هتاخد اي سلاح من الاسلحه دي كل يوم. تاخد سلاح من الاسلحه دي تاخد 7 ايام. ماشي، اي سلاح من دولت تاخده 7 ايام بس. هو ده الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين معايا. يعني الايفنت ما ينفعش يتفوت خالص يا جماعه، ولا ده ولا الاولاني. بس هو ده كان شرحنا، اتمنى يكون الشرح عجبكم. ما تنسوش اللايك ودعونا زر سبسكرايب عشان نقدر نفيدك اكتر. بالمناسبه في جروب تحت الفيديو في الوصف، جروب مبدع اليوتيوب لكروس فاير، اللي عايز يخش معانا يخش. احنا بننشر الايفنتات الجديده وكل ما هو جديد، الفارمات، اي حاجه تخش كروس فاير بننشرها جوه. اللي عايز يجي ويخش معانا يقدم واحنا ان شاء الله هنقبله. بس هو ده كان شرحنا. لو ان شاء الله لو في ايفنتات جديده تانية نزلت هبقى اعمل فيديوهات عليها. معلش سامحوني، اليومين اللي فاتوا دولت ما كنتش بنزل فيديوهات عشان كان عندي مشاكل في النت. كان معكم محمد من قناه مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.